السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بنودع بقى رمضان، ونقول يا رب تقبل منا صالح الأعمال منا ومنكم. وهعمل لكم بقى الكبة على البخار بطريقة الهنود. يلا بينا أقول لكم المعلومات كده ونتكلم في وسط إيه الفيديو. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقعت الرز اللي أنا ماسكاه ده، شايفين غسلته غسلة عادية خالص، وحطيته في مية، نقعته في مية سخنة لمدة 5 ساعات. خلاص بعد كده ضربتها في الخلاط اللي انتوا شايفينه ده، ماسكاه في ايديا بشويه ميه، يعني كل ايه ما تبقى احس كده ان العجينه مش عايزه تتحرك إيه بحط شويه ميه. ويا ريت مش تحطوا الكميه كلها مره واحده، حطوا واحده واحده يعني بالراحه. تمام. في الخلاط بقى ضربت ايه، جبت كوبايه كبيره من جوز الهند الطازه، وحبايه من البصل، حبايه من الفلفل الاخضر، ومعلقه من الشمر يا اما الكرويه، ومعلقه من الكمون، وحط ملح اكيد. ما عندكيش جوز الهند الطازه ده بلاها خالص، مفيش مشكله خالص، ممكن تحطوا جوز هند اللي هو البودر، يا اما ما تحطوش، استغنوا بقى خالص مفيش مشكله. خليت ايه يا رشا؟ طب انا عايزه عجينه، معقول هشتغل في العجينه من غير بتبقى ماسكه نفسها؟ لا طبعا. عملت ايه؟ جبت كوبايه كوبايتين كبار من دقيق الرز. دقيق الرز بيتباع في كل مكان، شايفينه؟ عملته كده وكورتها، وممكن نفرده شويه كمان وتحمريه في الزيت، هيبقى تحفه. نيجي بقى ايه للحشوه، خليك انتبهوا معايا. الحشوه بقى بجيبها بعمل بها ايه، انا عاملاها بجوز الهند زي ما انتم شايفين مبشور دوه اللي انا بوريها لكم قبل ما اعمله. ولو عايزين تفاصيل قولوا لي وانا اعمل لكم بقى ايه ده، بس في شوط لوحده، يعني فيديو صغنوني كده لوحده، بس اكتبوا لي في التعليق. تمام تمام اوعى تنسي اللايك، الله ازعل منكم. بصوا بقى، وبعملها كده بحط معلقه كبيره من الحشوه، واقوم فارده وبعملها على شكل الكبيبه بالظبط بس منتهى السهوله. بس كده هعمل الكميه كلها واقوم حطها على البخار. هحطها على ايه؟ على البخار. تمام كده. الحشوه دي بتاعتك انتي، ممكن تحطوا بقى، انا حاطه هنا روبيان يعني او جمبري، وحاطه جوز هند وبصلتين وفلفل اخضر ومعجون الزنجبيل والثوم وفلفل اخضر اكيد طبعا، وبهارات بقى اللي هو الكركم ومش عارفه ايه والكلام ده كله. تمام. طبعا بعد ما نزلته بعد ربع ساعه من على البخار بهويه عشان يعني يتهوى شويه، وبحضر بقى ايه، بجيب نص كوبايه من الميه، نص كوبايه، بحط عليها معلقه كبيره من اللي هو البابريكا، وبحط عليها شويه من الفلفل الاسود او ممكن ما تستغني عنها خالص، شويه من البهارات السبعه، وبحط شويه من الكركم والملح، وبدوبهم زي ما انتم شايفين. وهحط دلوقتي بقى واحده واحده زي ما انتم شايفين كده هو، وهحمرها في الزيت. تمام تمام. يا ريت الزيت يكون شويه قليل مش كتير قوي، علشان ايه يعني لما يبوظ يعني منك يعني ما تزعليش اللي هو هيترمي، يا اما تصفيه وتستخدميه في حاجه تانية. انا هنا بوريكم ان انا بقى عامله بقى ايه اكل البابا، كمان عامله باميه وعامله ملوخيه وعامله رز، والف هنا وشفا عليك يا بابا. طبعا بابا ما بياكلش الاكلات الهنديه، ما يعني ممكن يدوق حاجات لكن مش بيدوس فيها قوي الصراحه. ادي زي ما انتم شايفين معايا الكبه الهنديه بعد ما طلعتها، معموله بالرز ومحشيه جمبري، طعمها جنان. تمام كده زي ما انتم شايفين. انا كنت بحاول بقى مولعه نار فمش قادره امسكها، قلت امسكها بقى منديل او مش عارفه ايه، فقلت لا اوريكم بقى ايه شكلها من جوه. هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ الموز المحمر. انا اسفه والله في ناس طلبته مني، واسفه جدا جدا ان انا اتاخرت عليكم، بس ظروف بقى. جبت كوبايه من الميه، حطيت عليها 4 معالق كبار من السكر، شويه من الملح، وحطيت كمان معلقه شويه صغنونه من الهيل البودر، يا اما الحبهان المطحون، مفيش حد يعني بيديله طعم خطير جدا، وكوبايه كامله من الدقيق. تمام. واقعد اضرب زي ما انتم شايفين كده. الناس اللي بتحب الحاجات المسكره كتروا سكر زي ما انتم عايزين خالص مفيش مشكله. هقعد اضرب زي ما انتم شايفين كده هو لغايه ما تلاقي التكتلات كلها انتهت، شايفين؟ يعني انا ما خدتوش كله ودلقت الكوبايه كلها، لا انا زي ما لقيت القوام بتاعه بقى كويس، مش تخين قوي يعني مش سائل قوي، ومش يعني مش تقيل ومش خفيف. تمام.
انا بقى جبت بقى ايه الموز اللي هو الاسيوي زي ما انتم شايفين، اللي بقى لونه اصفر، هو لونه كده فعلا اصفر، يعني مش تصوير او حاجة، لا هو لونه اصفر، وبقطعه زي ما انتم شايفين بالطول، او بيجي بسن السكينة كده، باخد زاوية واقوم مقطعة الموز. ليه بقى؟ هو بيتعمل كده. اما بقى اللي في النص ده هو مش بايظ، هو بيبقى كده سبحان الله، يعني الموز ده مخصص للتحمير فقط. بيعملوا منه جميع الانواع، تمام، بيعملوا ايه منه يا رشروش؟ بيعملوا منه كيكة، بيعملوا منه حلويات بتاعت شيبس محمرة، بيعملوا منه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. الموز اللي انتوا شايفينه ده بيستحمل الحرارة كمان. لو انتوا عايزين تجربوه في الموز العادي ممكن تجربوه، بس يكون مش مستوي قوي عشان ما يبص منكم في الزيت يعني. وممكن كمان بدل الموز تستخدمي العجوة، عارفين العجوة اللي هو التمر اللي هو الطايب ده، بتحطيه بردك في الزيت كده، هو بتشيلي النوايا وبتحطوه في الزيت، تقوموا محمرينه زي ما بحمر كده بالظبط على نار متوسطة، تمام كده. ببعد بقى ليه؟ عشان هو طبعا فيه سكر، عجينة فيها سكر، فبقوم ببعدها كده ما بين الموز علشان ايه ما يلزقش في بعضه. طبعا لما بيبرد ما بيمسكش في، خلاص هو طلع وبرد، فبيبقى كده زي ما انتوا شايفين معايا 100 فل و10. خلاص بقى هنصفيه زي ما انتوا شايفين كده ونطلعه، ونحط له طبعا على طبق ورق مطبخ، وكده انتهينا. ما طلعت كل اللي عندي، طبعا انا لسه هكمل، انا بس بوريكو حاجة في حاجة علشان ما يتلخبطش مع بعض يعني. تمام. يبقى كده خلصت الموز. تعال بقى اوريكم حاجه حلوه قوي بالتوست، هيتعجبكم جدا جدا. في اكتر من طريقه على فكره للتوست، للتوست سهله جدا، وممكن تعمليها في اي وقت، تفطري بيها، تتعشي بيها وانت جعانه كده، هتشبعك جدا. هتجيبي التوستايه زي ما انتم شايفين، وهتدهنيها من الزبده على الناحيتين، الناحيه ورا وقدام، وهترش عليها شويه من السكر، وهنحطها على الفراي بان، تمام كده، او يعني الطاسه زي ما بنقول. خلاص، فدي تبقى مقرمشه وحلوه، ولا بقى فيها زيت ولا فيها بيض ولا فيها اي حاجه، دي حلوه، بيبقى طعمها حلو جميل جدا. واحنا بقى بنحطها بعد كده على الفراي بان، هوريكم بالظبط هعمل ايه دلوقتي. شايفين بحط السكر زي ما انتوا كده شايفين معايا. لو انتوا بقى وصلت لغايه كده معايا يبقى جزاك الله كل خير، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل الايام تبقى حلوة عليكم، وتعدي عليكم يا رب خير، ويومي بركات ان شاء الله. حطيتها بقى على البان زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بحط ايه؟ بحط معلقة بسيطة جدا من الحليب عشان تديها شوية طراوة. الناس اللي بتحب الكريسبي قوي ما تحطيش، استغني عن المعلقة دي، بس الصراحة تديها طعم حلو. ولازم وانت بتحطي التوست ده لازم يكون النار يعني هادية جدا، السرعة فيها تبقى هتحرقه منك ومش هيبقى حلو خالص خالص. تمام. نمبر 2 اللي هو تعملي بقى اللي هو بالسكر، يعني توست بالسكر. هنعمل ايه؟ انا جيبي 2 حبة من البيض، وجيبي شوية ربع كوباية من الحليب، وحطيت طبعا سكر، السكر ده بتاعكم انتو، تمام، وحطيت شوية من يا اما الفانيليا، يا اما انا بحط دايما 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 في الاكلات الهندية كلها اسمه اللهم صل عليك رسول الله، الهيل المطحون، يا اما الحبهان المطحون، بيبقى زي البودرة كده، بيديله طعم خرافة. كل الاكلات بحطها كده، بيبقى طعمه يامي يامي خالص الصراحة. زي ما انتم شايفين كده دوبت جامد جدا جدا، وهحط بقى فيها التوست، تمام كده، ومحطها على النار بس كده. ارجو بقى لو الفيديو عجبكم المره دي، وشايفين لونه عامل ازاي، تحفه جميل جدا. وطبعا التاني هيبقى شبهه، بس هيبقى طري بقى، الاولاني يبقى كريسبي خالص ومفيش، ده بقى في بيض وفي حليب وفي سكر، التاني بقى ايه؟ زبده وفي سكر وفي كل حاجه انت عايزاها يعني، بس ده بردك هيبقى عكس، هنحط الزبده بعد ما نحطها على الفرايبان، تمام. شايفين بقلبها بسرعه ليه؟ علشان دي فيه سكر ممكن يتحرق منك. خلاص، وبحط حته زبده هنا وحته زبده هنا عشان ما يزعلوش من بعض، بس كده. ادي الطريقه بتاعتي، يا رب يكون عجبتكم. وصلنا بقى اخر الفيديو، كل سنه وانتم طيبين. مش عارفه بقى ايام الجايه هعمل ايه،
في ورايا شغل قد كده، المفروض بقى انضف واعمل مش عارفه ايه، بس الاكل الهندي صعب والله، ببقى لوحدي. تخيلوا بتعملوا كل ده كل يوم كل يوم لوحدكم يعني. فالحمد لله ربنا يقوينا، عارفه الشهر بيبقى صعب على الجميع، والحمد لله. يلا بقى مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله فيديو تاني، مع السلامه. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله.